قال: وظيفة العلماء وأهل العلم وطلاب العلم في هذا الزمان كوظيفة حرس الحدود، كما أن للبلاد حدودها فإن للشريعة حدودها، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك جاءت درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والفقه الصحيح لهذا الحديث ليس كما يقوله بعض أهل العلم أن ما كان باليد هو للسلطان، وما كان باللسان للعلماء، وما كان في القلب للعامة من المسلمين. هذا جزء من الصواب وليس هو الصواب كله. الصواب أن التغيير باليد واللسان إنما هما منوطان بالقدرة على الفعل، مع شرط آخر إضافي، وهو ألا يترتب على الإنكار بواحد من هذين الأمرين منكر أكبر منه. إذن شرطا التغيير للمنكر باليد أو اللسان شرطان مهمان: الشرط الأول القدرة على الشيء، وطبعا هذا يتضمن شرطا أساسيا آخر لم نشر إليه وينبغي أن يكون شرطا ثالثا، وهو العلم بالشيء أولا، ثم القدرة على التغيير ثانيا، ثم ألا يترتب على هذا التغيير منكر أكبر منه. لذلك ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في إعلام الموقعين ما سأل به شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان التتار غازين دمشق الشام يومئذ في تلكم الأيام. قال: يا أبا العباس، هذا اسم كنية شيخه ابن تيمية، قال: يا شيخنا يا أبا العباس، التتار يشربون الخمور ويفعلون ما يفعلون نتيجة هذا الخمر، فلا بد أن ننكر عليهم. قال: لا تنكر عليهم، لأنك إذا أنكرت عليهم تفرغوا لقتل المسلمين فلينشغلوا بخمورهم. هذه هي النظرة المقاصدية، نظرة المصالح والمفاسد، نظرة الترجيح العلمي بين الوقائع، لا أن تأخذنا العاطفة فتذهب بنا ذات الشمال وذات اليمين من غير أسس ولا قواعد ولا إدراك للنتائج والمآلات، كما هو حال كثير من الناس، بل لو قلت كما هو حال أكثر الناس لما أبعدت النجعة في ذلك كله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل في بعض كتبه عن بعض أئمة السلف قولهم: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. أن تعرف أن هذا شر محض، هذا يعرفه الصغير والكبير. أن تعرف أن هذا خير محض، يعرفه القاصي والداني. لكن إذا أصبح هنالك تعارض أو تداخل فلا بد أن ترجح أحدهما، هنا الفقه، وهنا النظر الدقيق، وهنا التحقيق.
وهنا الاستعانة برب الأرباب جل وعلا أن يهديك أرشد السبل وأحسن الطرائق للمخرج من هذا المأزق.